خدعة جديدة بتخليك تعيش لحالك. ركزوا يا اخوان وشوفوا ملا خدعة. اخونا بس عم يفرجينا كيف بتعيش حالك من دون ما تحتاجر فيك يعمل لك ريفايف. قال له لا ما تعمل لي ريفايف، انا لحالي بعمل لحالي ريفايف، شوف كيف. فيا اخوان بيفتح لك بوابة من ميلي لميلي وشوف. طلع من البوابة طلع عايش ما بيشي. ما تصدقوش كتير يا اخوان، هيدي كذب.